Welcome to Holland. Je komt erbij 1, 2, 3, 1. Hop, links. Rechtste hier. 1. Hop. أنا أعشق الشعر الأصفر يعني على فكرة معناتها. خذيت هولندية، زوجتي الأولى هولندية، زوجتي الثانية هولندية، كلهم معناتها شعر أصفر. هكاك غرام كما نقولوا. تعجبني يعجبوني الشقراوات، فهمت كيفاش؟ خممت يا خو تونسية؟ خممت يا خويا، خممت وهربت. خممت وهربت، خطبت واحدة في الملاك خسري حكاية 50 مازلت ما ملكتش 25 مليون. كيما نقولوا هولندا عاصمة المخدرات. مكة نتاع المخدرات، احنا مكة في المسلمين نمشيو لمكة. عباد هما هذا مكة هي مكة نتاع المخدرات. مباح كل شيء مباح. كل شيء مباح، موبقات لكل فهم، وذاك ما تردش بالك على روحك انت في امستردام. نصيحة على الشباب اللي يجي لهنا لهولندا، شد ببوشتك واركح. خاطر هنا ما يرحموش، هنا مش تغلط تموت. يعني وصلت نخدم في 4 خدمات 5 خدمات في فرد نهار من الاول، فهمت؟ نعمل جيد مع توريست، نخدم سيكوريتي، نخدم في بار، راني في البوكس، وزيد نعمل لهم التور في الريد لايت ستريت يسموه الشارع الاحمر بالمعروف في امستردام. نمشي معاهم دي كوفي شوب يعملوا ويت تيستينغ كما يقولوا. نمشي مع فما شركه معناتها نخرج معاهم، نخرج مع سيكوريتي فما كسعوديين وكل فهمتني ولا دي ستار يخاف على روحهم. باش يجي لهنا لامستردام يلبس لك مونجالا ب 50 ميل يورو ولا 100000 ولا 200. هذاك الواحد ماش كراه البوكس كما يقولوا. تترشح البطوله تونس ما يهزوكش، ما تمشيش تلعب، فهمت كيفاش تمشيش تلعب؟ ما فماش ديبلاسمون، فهمت؟ معناتها على الحق لواج على جيبك، اي على جيبك تركب، فهمت؟ يعني بابا وقتها ما نكذبش عليك ما في حناش زواوليه كما نقولوا احنا. يجيك قبل الجمعه يقول لك بعثوا لي استدعاء راه باش تلعب الجمعه الجايه الانكار. هي يعطيو يحضرونا خويا كيفاش وقتاش تمشي وقتاش تصرف يقول لك. اما باش نوريو حتى للصغيرات اذا كان انت يا خويا ما فماش ظروف ما فماش كذا واصل ما تسالش واضح مع التدريب نتاعك باش حتى من بعد راهو تنجم تاكل من الخبز حتى على الدوام بعد 20 سنه تنجم تاكل من الخبز تولي تنجم اونترونور. The chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to It's no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. So مشروع والله مشروع تاع شامبيون يا سي ما من برا راهو يلبس الكونات على فكره. كريم العويني 40 سنه من سوسه مقيم تو في امستردام بريسك فما 18 ans هكاك 18 سنه باين 18 سنه غربه. خرجنا صغار خويا جينا هنا 22 ans هكاك 22 سنه. وعلاش خرجت كيفاش؟ والله خرجت ما تعرف حلم تاع اي شباب تونسي كما نقولوا الوقت هذاك معناتها نخدم في التوريزم. يعني في تي كروان في سوسه تعرفت على هولنديه، فهمت؟ عشت معايا عامين في تونس. جبنا ولاد وقت قررنا باش الولاد يتولد في في هولندا خير معناتها تعرف انت الاوراق وكل الاجراءات باش يحمل الجنسيه الهولنديه. قررنا باش نجيو لهولندا وبدات الحكايه ما غادي كما نقولوا احنا. رحله الشتائيه والصيفيه عملناها يا خويا في اوروبا. باهي احكي لي على هولندا بكبلات. هولندا والله بلاد الامان خويا، بلاد الامان وبلاد. في هولندا تنجم تمشي زوز خطوط معناتها، هي معناتها بلاد فساد وبلاد امان معروفه امستردام، فهمت؟ كارتيرتابل كارتيرتابل معناتها عاصمه كما نقولوا هولندا عاصمه المخدرات. مكه نتاع المخدرات، احنا مكه في المسلمين نمشيو لمكه. عباد هما هذا مكه هي مكه نتاع المخدرات. مباح كل شيء مباح. كل شيء مباح، موبقات لكل فهم، وذاك ما تردش بالك على روحك انت في امستردام، بالاخص امستردام من اقوى الريتم في العالم. باريس امستردام معناتها زوما زوز، حتى الريتم المانير نتاع الحياه نتاعك، ما تنجمش تخدم خدمه برك، غاليه خاطر كل شيء غالي هنا. وبرشا كما نقول برشا فساد. برشا فساد يعني هذيك انا نحمد ربي يا ربي لك الحمد معناتها الواحد دخلنا شويه بك الوحدات الموبقات واحد ومنا واحد جبد روحه كما عملنا صغيرات وثلاث صغيرات ربي يخليهم ربي يفضلهم عايشك. ولدي بريسك تو 16 سنه، ولدي يلعب كره سبورتيف طلع يلعب فيها الكمار جول مع احسن جول، خذا احسن جول نتاع 2019 في الكمار. عندي بنتي تعمل رياضه الفروسيه كما نقول لك، القفز بالحصان. والفكرون الصغير نور 7 سنين تو يكور. الشعب الهولندي والله شعب اخويا، شعب مسالم، شعب يحب الخير للعباد. يحكيو يقول لك عنصريه وما عنصريه، فما صحيح 3% 3%. انا حسب ما نشوف معناتها انا عباد اخويا تحب الخير، حتى كي تجي معناتها تحكي معاه وتسال ولا حاجات يستقبلك انت في بلاده، ويستقبلك يحب يأطرك، يحب فهمت كيفاش، يحترموا العباد خويا ما نكذبش عليك. جينا هنا تنجم كما قلت لك، تنجم تدخل زوز طرق خويا، تنجم تمشي كما نقولوا تخدم، تنجم تعمل برشا فلوس هنا بلاد الخدمه، تحب تخدم خويا، بالاخص في امستردام معناتها عاصمه عالميه، فما دي عندهم دي كانال، عندهم الانهار لهنا، عندهم الماريوانا معناتها، تنجم تعمل كل شيء. يعني وصلت نخدم فيها 4 خدمات 5 خدمات في فرد نهار من الاول، فهمت؟ نعمل جيد مع توريست، نخدم سيكوريتي، نخدم في بار، راني في البوكس، ونزيد نعمل لهم تور في الريد لايت ستريت يسموه، الشارع الاحمر معروف في امستردام. نمشي معاهم دي كوفي شوب يعملوا ويت تيستينغ كما يقولوا، نمشي مع فما شركه معناتها نخرج معاهم، نخرج مع سيكوريتي، فما كسعوديين وكل فهمتني ولا دي ستار يخاف على روحه، مش يجي لهنا لامستردام يلبس لك منقلب 50 ميل يورو ولا 100000 ولا 200، خاف على روحه يعرفوها خاطر فما تصير دي براكاج. يا جماعه ماني كيما نقولوا على السيكوريتي. قول لي عليك قصص صاروا لك. باش نحكي لك على غريبه صارت لي اول ما جيت لهولندا معناتها، هي تضحك شويه. الغريبه هذه معناتها كيما مشيت للسوبر مارشي، يعني مشيت للسوبر مارشي، نحب الكرموس برشا. مشيت السوبر مارشي خويا، دخلت السوبر مارشي نلقى كرموس وقت حاط سيف واحد وكذا خويا. يا سيدي شديت كاجو كما كاجو معناتها مش كاجو، فيه يمكن هي حكايه 20 كعبه 2 كيلو كاك. الكاجو الاول صبيته في ساشي، الكاجو الثاني صبيت في ساشي مكتوبه 1,50 €. اجيت الكاسيور زوروا العباد الكل، يقول لك شكون هو هذا؟ قلت شنو الحكايه؟ بدات اخويا تحسب لي بالكعبه، هي كعبه 1,50 €. الكعبه وصلت، وانا نتذكر وقتها عندي، صدقني ربي عندي حكيت 20 € يجيب 30 وقت اللي وصلت 20 € بديت نعوار. انا قلت لها ايزي قلت لها اي ثينك از ميستيك، قلت لها شنو هذوما؟ قالت لي مسيو راهو الكعبه 1,50 €. قلت لها يقول لي مش نرجعهم اخويا، وتغشت علي الطفله بالله. نحكيش انا بون، انا ولد تونسي معناتها نحكي انجليز، نحكي فرنسيس، المان، السويد، نحكي فهمت. اما هولندي ما نحكيش، بدات اخويا تكرم عليا فهمت كيفاش، صفت والو صفت والو ورايا، تعرف الناس رابيد برشا يحبوا يخدموا يحبوا هذه من الغريب. قلت انا تو نرجع نرصفهم، ما خرجت غادي، ما رجعت رصفتهم، خذيت هذاك عبيت وروحت فهمت. الترايب في الخدمه والله معناتها مش ترايب، معناتها تصير كوارث، مش ترايب معناتها في الخدمه تاع السيكوريتي تاع نصيحة للشباب، نمشي نصيحة للشباب اللي يجي لهنا لهولندا، شد ببوشتك واركح، التوانسة الكل شد ببوشتك، اللحوم الشعبية شد ببوشتك، كل خبزك كيفاش يقولوا فيها مسرقة ولا شنو من الأمثال الشعبية اللي قدم، ما تدخلش في الأمور هذيك نتاع المخدرات ونتاع البيع والشراء فهمت، خاطر هنا ما يرحموش، هنا مش تغلط تموت. فما غربة في هولندا؟ والله من الأول فهمي تحس بالغربة فهمت. كي جيت انا جاي معناتها اول مره جيت فاكونس، وبعد رجعت جيت فاكونس انا من الاول، وبعد رجعت بعد السنس من الاول ديبريسيين. جيت لهنا نتذكر جيت في عيد ميلادي لي 22 اكتوبر، نهار عيد ميلادي جيت لهنا 5 تاع العشيه، تظلم الدنيا نسكر في الكمار، وقت جارك نهار يقول لك صباح الخير نهار لا فهمت، خاطرك بطبيعتك ما تحكيش انت، عالم اخر معناتها. حتى انا معناتها ولد توريزم ومستانس بالسياحه وكذا، عالم اخر تسمى فهمت. الأول تحس بالغربة شوية، تستحج الوالدة، تستحج خواتك، تستحج الماكلة التونسية. عيشها في هولندا خويا، تحب اللي تحب توصل له في هولندا، ولو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لأن له كما قلت. هنا في هولندا فما عندك الفاكتور الكل يعاونوك، حتى الدولة هنا معناتها تجي لهنا يخلصوا لي وقت 600 ساعة باش تتعلم اللغة، تتعلم الكولتور نتاعهم. احكي لي على الساعة نتاع هولندا. الساعة نتاع هولندا جمالية هولندية، يعني نعشق الشعر الاصفر يعني على فكره معناتها. خذيت هولنديه، زوجتي الاولى هولنديه، زوجتي الثانيه هولنديه، كلهم معناتها شعر اصفر هكاك غرام كما نقولوا. تعجبني يعجبوني الشقراوات فهمت كيفاش؟ طبيعتهم والله اذا كانت تحبك هولندية تعمل كل شيء على خاطر ويحبوا هما بالرسمي كي تحبك راهي تحبك مش معناتها تحبك احنا توا مع كامل احتراماتي الانسان التوانسه واحد اخواتي يعني امي مراه تونسيه ونتشرف واختي تونسيه ونتشرف بنت بلادي زاد اما فما اخويا زاد فما تمشي تعرس اخويا كيفاش يقولوا فيها يجيبوا لك تولي امها تتدخل وخالتها تتدخل وهذيك تتدخل وهذيك تتدخل. معرس انت توا؟ انا والله توا مانيش معرس عازب. خممت يا اخو تونسيه؟ خممت يا اخويا خممت وهربت خممت وهربت يا اخويا كلمتني امها قالت لي كريم هي ملي قالت لي كريم عرفت هاني الحكايه قالت لي حاجتي بيك راه هي قلت لها قول لي قالت لي لازمك تجي كيفاش نجي يا بنتي سايب خدمتي قالت لي اسمع راهو في الملاك راهو لازمك صاغه بيضاء وصاغه صفر قلت لها شنو نعملوا فيها قلت لها ما هو باش تفهمنا صاغه قالت لي لا هذيك هي صاغه البيضاء يلزمها هي كان تكره حياتك هربت اخويا وبني على حلالتها قلت لها خلي بنتك عندك تقدر تسرق 40 تذبيحه ب3000 يا بلوك معناتها فهمت يرجع لي بالتوالي شويه الملاكمه كما نقولوا غرام ماك تعرف عندنا معناتها في احنا بريسك في تونس عندك تونس والاردن وسوريا معناتها الجزائر من اقوى البوكسيرات كما نقولوا في البلدان العربيه والله كاش بدات نتذكر واحد وتعمتنا وقتها محمد الحبلاني نعزل بوكسرات من في سوسه بدا هو معناتها يترنى نقراو نقرا انا وياه في كلاس معناتها نقراو وقتها في صدقني ربي في السيزيام هكا ولا سيزيام ولا مازلنا في المدرسه نقراو مشى يترنى كيما نقولوا مع الستاتيسيان في القاعه المغطاه تاع ليتوال كان الستاتيسيان كاري لوكال غالي بدا هو كما نقولوا بدات الحومه الكل، كارير بدات الرحله ما غاديه معناتها والله كما نقول لك في تونس معناتها تروا فوا كما نقولوا شامبيون تاع الساحل. هذاك الواحد ماش كرا البوكس كما نقولوا تترشح لبطوله تونس ما يهزوكش، تمشيش ما تمشيش تلعب، فهمت؟ كيفاش ما تمشيش تلعب؟ تمشيش تلعب ما فماش ديبلاسمون فهمت؟ فماش معناتها على الحق الواجب على جيبك اي على جيبك تركب فهمت؟ يعني بابا وقتها ما نكذبش عليك ما في حاناش زواوليه كما نقولوا احنا. خمسة صغيرات وواحد ومنا وقت نقرا ونخدم معاهم في بابا يعني وقت. كيفاش؟ شنو امشي والله كما نقولوا كنا حلينا حانوت صغير فهمت؟ نقرا وقتها نمشي ناخذوا الخضره من مارشي الجرو بعد بدل وعمل شركه نتاع حوت فهمت؟ نهبط مع البرد كعبر صغير كنا نحف ملي صغير وانا كما نقولوا مرات كيما نقول الوالد تاعي ولا حاجه نمشي نقضي له واني في الليل نمشيو معناتها من حي بوخزر ولاد موسى معناتها حومتنا احنا فهمني نمشيو حتى المرشي القروم تاع الزاويه غادي يا فما البركاجات غادي نتذكر كيما تو معناتها باش ما نخسروش راس المال نمشي نوصل البرويطه كيما نقولوا تاع الخضره وقتاش هذايا في الصباح هذايا في المطلة تاع الصباح شتاء حال شتاء فهمني نقرا الصباح بعد نمشي نترنى البوكسر معناتها نروح كي 10 نرقد هاك الاربع سوايع خمسه سوايع قبل ما نرقد نمشي نوصل البرويطه معناتها كما قلت الدنيا مازال ضوي شويه مازال تحرك شويه نمشي نوصل البرويطه بالسنادق كل واحد وكذا نوصلها للمارشي جرو ونرجع نجري باش كي نمشي ما 3 تاع الصباح ما يبراكوليش نمشي نجري هاك سبورتيف فهمت كيفاش خاطر يصير بركعجات في الثنيه من نروح كي تزرق سمش السنه اللي سمش تزرق برويطه بسباس بطاطا فهمت شنو كذا واحد نعطيهم شيء بعد نمشي نقرا كما نقولوا معناتها ظروف تاع فماش ظروف تشجعك فماش معناتها خسرت انت معناتها الفرصه باش توصل على خاطر معناتها خاطر فماش امور ماديه مش كان انا معناتها برشا بوكسيرات راهو عندنا معناتها في سوسه الله يذكرهم بالخير معناتها اصحابي كلهم احبابي مارد درويش فما محمد جواحده وفما حمدي جلاسي فهمت معناتها ما نكذبش عليك الجمعيه اللي فيها هاني وقت الملعب السوسي عندنا جمعيه الله يذكرهم بالخير فهمت ربي يهديه معناتها كان مش لاهي بينا فهمت معناتها حتى تجيك الاستدعاء معناتها اللي انت ترشحت كما نقولوا لانكار يعني زيد بطوله الساحل ثلاث مرات في جونيور زدت في القديس في السينيور يجيك قبل بجمعه يقول لك يبعثوا لي استدعاء راه باش تلعب الجمعه الجايه لانكار اي يعطيونا يحضرونا خويا كيفاش وقتاش تمشيو وقتاش تصرف. يقول لك فرص رضا عليكم. نقولوا لكم بعدين مع سي زياد ساسي معناتها كنا عملنا ستاجيك ناسيونال مع بعضنا مع الوراش دومي فينال بطولة تونس 99 2000. فهمت كيفاش معناتها كان زياد معناتها مسيطر معناتها زياد ما عز بوكسرات معناتها هو اللي جاب لنا الميداليه الذهبيه في العاب البحر الابيض المتوسط فهمني. وين العوام هذوكم كيما نقولوا في 60 كيلو معناتها كيما نقولوا من جونيور عزيز بطولة ساعه معناتها كيما نقولوا دو فوا ورا بعضهم سينيور ترشحت معناتها لبطولة تونس. ما عنديش الوالد ما عندوش باش يمشي نوزن. ربح سي زياد الفينال معناتها هني يعني ما ناقصش من قيمته ولا هو بطبيعته كيب ناسيونال وقتها مشى هو 60 كيلو للعب بحر ابو متوسط وجاب الميداليه الذهبيه. معناتها فرص معناتها كيما نقولوا كنت نجم معناتها زياد مع كامل احتراماتي معناتها ما كانش مش خير مني برشا كيما نقولوا احنا فهمت. حتى في ستاج في ليكيب واحد كانت عندك فرصه. كانت عندي فرصه كنت نجم فما كيما نقولوا فرصه باش نجم نمشي يعني نلعب بحر ابيض متوسط ولا نمشي معناتها كيما نقولوا نلعب اولمبيه ولا راني معناتها زياد على الانجاز نتاعو. دور الدنيا سي فهمي نقابل انا سي زياد في امستردام بعد 22 سنه نخدم انا في بار سيكوريتي كيما نقولوا. دخل سي زياد معناتها قعد يغزل لي معناتها قعدت انا نغزل له زاد هكاك كي تعرف شبه تجيب. قعدنا نحكيو هكا عرفنا بعضنا كيما قلت انت زياد ساسي قلت له قال لي ماكش انت كريم العويني. حكيت له على الحكايه قلت له خويا راهي فما كومبا باش ولي تو راهي في قلبي كيما قلت. قال لي والله كريم علاش لا. قال لي نعاودوها فهمت. سي زياد تو معناتها في بروكسل ايراني زاد في بروكسل. زياد تو ينظم في دي غالا معناتها اول غالا مش تصير هذه تو مشي نظمها سي زياد في سيدي بوسعيد. اقترحت عليه عاد سي زياد قلت له قال لي راني بديت نظم في نحب نظم معناتها دي تورنوي باش نعرفوا في الملاكمه يستدعى ملاكمين من الخارج. قلت له والله كما قعدت في قلبي يعني قلت له. قال لي كريم قال لي يلا زيد كما قال المغربي فهمت. قال لي علاش لا. هنا فما كونسيبت طلعت ثاني وقت جيت راني برا ما فماش امور ماديه باش نحل سنه راني برا عندنا بلاصه كما نقولوا. بديت نذكر كما تو جارتي والكوافير تاعي وانطلقت الحكايه ما غادي كما نقولوا. دينا واحد زوز ثلاثه اربعه كثرت الكليونات الحمد لله فهمت. ولات واحد خدمته كما نقولوا. او بريسك عندي 10 سنين ندرب هنا. توا كملنا من هنا من يدفيت باش نوريكم المكان اللي اخترعناه معناتها اني واصدقائي انجينيور في تونس. قاعدين نبيعوا منها تو في تونس وبعنا تو في هولندا. نحبوا كما نقولوا نفرعوا لندن فرانكفورت. ثم برشا كما نقولوا دي بروجي ماكينه باش تعجبكم برشا معناتها نعملوا بها دي كارديو باور تريننج نعلموا زاد البوكس ونقصوا درجه معناتها باش تحصل لك بلاسيور معناتها في الانترمون تاعك. كومبا خويا ان شاء الله نهار 13 اوت في سيدي بو سعيد فهمني. بوكسرات من اوروبا وبوكسرات من تونس. عندي مقابله مع زياد ساسي اللي صاحبي هو مسلم عليه زاد في بروكسل. حبينا نوريه معناتها الفكره كيفاش جات حتى انا زياد مش على الكومبا معناتها على التيتر نتاع 99 اما باش نوريه حتى للصغيرات. اذا كان انت يا خويا ما فماش ظروف ما فماش كذا واصل ما تسالش هكا. انا كملنا في الخبزه نتاعي معناتها تعذبت انا قبل معناتها نمشي حتى نلعب في مساكن نمشي مساكن على ساقي نلعب ونروح على ساقي نمسك نمشي نوزن الصباح نختار معناتها عندي 500 فرنك انا نركبها في المشي ولا في الجاي معناتها واصل واظب على التدريب نتاعك باش حتى من بعد راهو تنجم تاكل من الخبز حتى على الدوام بعد 20 سنه تنجم تاكل من الخبز تولي تنجم اونترونور ما تعرفش تسال عليك ربي كما نقولوا تخرج برا هاكا عندك على الاقل صنعه كما صنعه راهي صنعه في يديك. انا ناكل من في الخبز والحمد لله يا ربي. هذا اش حبيت نقول خويا وربي يوجهنا في خير ويعطيك الوقت الطيب سي فهمي ومرحبا بك في امستردام.